كمان بدأنا في التجمع أكاديميات كرة القدم، وتم الاجتماع بمدير الأكاديمية الكابتن طاطا، وأيضا تعيين مدير أكاديمية في القاهرة الجديدة، وبدأت فعاليات الحجز لأكاديمية كرة القدم، وإن شاء الله كل أكاديميات النشاط الرياضي اللي موجودة في القاهرة الجديدة سوف تبدأ مع بداية 1/8 إن شاء الله. فأعتقد إن إحنا ماشيين في خطى أيضا تتناسب مع الخطى اللي بيصير فيها الإنجازات الرياضية، بتصير أيضا إنجازات البنية التحتية، بتصير أيضا تطور الخدمات التكنولوجية في النادي الأهلي. وخليني كمان أهني المهندس عدلي وأهني النادي الأهلي وأهني شركة الأهلي لكرة القدم بالنجاح المبهر لتطبيق أنا أهلاوي، وبتجينا اتصالات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية بالانبهار بهذا التطبيق، وبنستأذن المهندس عدلي إنه يسمح لنا إن إحنا يفتحوا الاستقبال الرسائل من الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه في التسجيل التجريبي لهذا التطبيق الممتع، واستقبلنا اول فائزين من التطبيق في النادي الاهلي اللي خدوا الصوره التذكاريه في شكل اكثر من رائع مع كاس البطوله الافريقيه رقم 11، وده حاجه للجمهور ان احنا خدمه جديده ايضا بنقدمها لجمهورنا العظيم اللي بيقدم كثير من التضحيات، واحنا كمان عايزين نشاركه في السعاده وعايزين نشاركه في الفرحه. انا عايز اتوقف عند كلمه هذا التطبيق، لان الحقيقه جماهيرنا اللي بتتساءل، استاذ ابراهيم الدكتور سعد الله موسايب حاجه، جماهيرنا اللي بتتساءل ازاي تدعم ناديها، احنا عايزينك تتبرع ولا عايزينك تعمل اي حاجه، عايزينك تستفيد من التكنولوجي والاطروحات التي يطرحها النادي الاهلي. ها، مجرد مشاركتك معانا، مجرد حتى دعمك لرعاة النادي الأهلي، هو ده الإسهام الحقيقي، وهو ده الوقوف الحقيقي في دار النادي الأهلي بتمويل جماهيره مقابل خدمات هو بيحبها ومحتاجها.